هل على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يجبروهم على دفع الجزية؟ جميع أهل الكتاب في جميع أنحاء الأرض. القتال هو ابتداء لإزالة الحواجز المادية، وهذا قتال للدول وليس قتال للأفراد. فنحن عندما نعلن الجهاد على ألمانيا مثلا، على الدولة إذا رفضت أن تقبل أن يدخل الإسلام إلى أهل ألمانيا، فنحن نخيرهم بين الإسلام أو الجزية والخضوع لأحكام الإسلام. والجزية هي الضريبة الوحيدة التي يدفعها غير المسلمين، بينما المسلمون يدفعوا الزكاة ويدفعوا الخراج ويدفعوا الركاز ويدفعوا الضرائب إذا نقص في بيت المال ولم يكن هناك مال للجند أو للجيش. هل تلوم الطرف الآخر أن يخشاكم يا شيخ أحمد؟ يعني هل تلوم الأوروبيين أن يخشوكم حين تقولون إن علينا أن نقاتلهم جميعا؟ نقاتل الدولة، نقاتل الجيوش، لا نقاتل الناس. الناس نقاتل الدولة طبعا. طيب أنا عشان أخذ من فهم الخطاب. طيب هل تلومون الناس لا نقاتلهم، لا نقتلهم، فقط إذا أصرت هذه الدولة أن تمنع نشر الإسلام في أراضيها فنقاتل الدولة كدولة. يعني كتاب Clash of Civilizations لسامويل هانتنغتون واللي قبله لفوكوياما أستاذه الذي تنبأ بأن الصراع القادم بين الإسلام والغرب. يا دكتور نعم شوي يعني معناته صحيح. صراع الحضارات صحيح، هم استعمرونا وهم كذا، والإسلام لولا الجهاد لما وصل إلينا، ولولا الجهاد لما وصل إلى باقي البقاع. أغلب العالم القديم خلال ربع قرن كان وصل الإسلام بالجهاد، والناس العاديين بدهم الإسلام، اللي ما بده الإسلام ظل على دينه. نحن في بلاد الشام أغلب أجدادنا الأوائل كانوا ليسوا مسلمين، لكن دخلوا لحسن الإسلام ولعدالة الإسلام، وبقي القلة القليلة في بلاد المسلمين. وحفظنا لهم جوهرية. إذا نحن مأمورون بالقتال لنشر دين الله. نعم، هذه طريقة الإسلام في نشر الإسلام. طيب لو وصلتم أنتم إلى الحكم، هل ستحررون فلسطين؟ نعم نعم نعم، يجب إعلان الجهاد ويجب إزالة إسرائيل من الوجود وإفنائها. هذا الكيان مسخ ويجب إزالته من الوجود. هل ستوافق على أن يتولى مسيحي وزارة المالية مثلا؟ لا أوافق. فيش وزارات أصلا في الإسلام، ما في وزارات. ماذا هنالك؟ الوزير في وزير تفويض، في وزارة التنفيذ. وزير التفويض يعتبر من الحكم، والحكم خاص بالمسلمين فقط. كل ما هو من شأن الحكم، يعني رئيس الدولة اللي هو الخليفة أو معاون التفويض أو معاون التنفيذ أو الوالي أو العامل اللي هو زي بيشبه المحافظ، هذا يجب أن يكون مسلما ويجب أن يكون رجلا أيضا. الدول الأوروبية تعيش ما قبل التاريخ، تعيش ما قبل الإنسانية في حياتها. العامل اللي هو زي بيشبه المحافظ، هذا يجب أن يكون مسلما ويجب أن يكون رجلا أيضا. الدول الأوروبية تعيش ما قبل التاريخ، تعيش ما قبل الإنسانية في حياتها. الزواج المثلي سواء بين النساء والنساء وبين الرجال والرجال، هذه هي مدنيتكم؟ هذا ما رأيتم مدنيتكم؟ الملايين الذين خرجوا إلى وول ستريت يقولون الشعب يريد إسقاط إيران بدون نقاط على المجتمع. كل اللي شفته في الغرب أن هناك كتليين، هذا الطلع، هذا الغرب. شو عندهم غير؟ شو عندهم غير؟ ما عندهم غير الإنجازات العلمية، أي إنجازات علمية؟ إنجازات علمية أنا بجيبها، أقول لك أنا كنت أكثر منهم.